ايوه قصدي كده. اكبر المعكوس برضه صعب. معاك منديل تحت الشمال حتى عايز تخلف؟ معاك منديل؟ شو ما دول؟ اه5th of February evening, 6th of February morning, Muhammad Mahmoud Street, just off Tahrir Square. Demonstrators here standing up to security forces trying to break up the crowd. لما يجوا يجوا هجموا كده اوكي تاخد
لقطة جامدة جدا. انا عايزك تجيبهم بضربه. خلاص انا جاي مش عارف كده. ايوه بص تلاقي العربيه المدرعه دي جريت وراهم واخرهم هنا في الحته دي. طبعا انت تكون بقى واقف فين؟ واقف معانا ورك عشان تكون مستعد له. عايزك تجيب كام واحد كده وهم بضربه. خلاص مطلوب لاني مثل كون زي هنا كده. وشغال هنا ايه؟ ولا احنا شو مشغول؟ انتوا ما عم تلاقوا شغل، انا بدي الاقي شغل. احنا حاسين فيكم يعني. نفس المسبح. احنا عندنا شعب زباله كمان. اكشو عندنا ناس ما يعني مع النظام مش فهمانه. هم كلهم هنا ما في ناس مع النظام. اول ما الثوره جت اسوق 25 ده شكل جوه هنا. حبيب قلبي بحكي عربي. ايه؟ بتكلم عربي. بتكلم عربي؟ حبيب قلبي. تبع الخيمة حبيب والنعمة والتربية. شفت اللي كنتوا عاملين الحفلة؟ لا سوري سوري سوري. ليش عم ما عم بتصور الاحداث عندك بسوريا؟ ليش انا؟ انا والله طاردوني المخابرات من 3 اشهر انا ومرتي في فرق. ليش؟ لاني كنت انا اصور في سوريا وانكمشت بعدين طلعت بعدين بلشت اشتغل باسم ثاني كشفوني هلا تقريبا 3 اشهر.